مساء الخير اعزائي المشاهدين، مساء الهنا، مساء السعاده، اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده من برنامج سكرين شوت. النهارده قبل ما ابدا البرنامج احب اقول لكل مشاهدي البرنامج وحبايبنا كل سنه وحضراتكم طيبين، وداعا ل2020 واهلا ب21، ونتمنى من الله عز وجل يزيل عننا الوباء ويجعله عام سعيد علينا كلنا. كما أنا برضو بقدم أقول كل سنة وإخواتنا المسيحيين بخير وسلام، وبنحييهم وبنقول لهم كل سنة هم طيبين بالنسبة لأعيادهم، أعياد سيدنا المسيح والأمجاد السماوية، وكل سنة وحضراتكم طيبين. نبدأ موضوعنا النهاردة، والحلقة بتاعتنا النهاردة استكمال للحلقة اللي فاتت. طبعا كنا بنتكلم عن السحر واخدنا راي القانون وراي الدين، وكان في بعض المعارضات اللي موجوده ما بين ان السحر متواجد او مش موجود او لاخره. لكن طبعا عشان احنا نتكلم على راي القانون وسيبناه، نيجي بقى نتكلم عن راي علم النفس واصول الدين والشريعه. هيوضح لنا برضو هل السحر موجود، ايه اعراض السحر، والسحر ده بالفعل في ناس بتتسحر ولا ده عبارة عن وهم وخيال. أحب قبل ما أعرف ضيوفي عايز أقول حتة صغيرة. كتير جدا من الناس بنحاول أن احنا نشوف أسباب مرضية ليهم، وبيتعرضوا لحاجات كتير جدا ومش عارفين سبب أساسي لهذا المرض، وبنرجع في الآخر نقول ده سحر. كمان في أمهات بتتمنى أن يكون عندها طفل وبتلف كتير جدا عن الدكاترة، وبتكون أساسا هي يعني كويسة وما فيش أي حاجة، وبرضو بيكون ناتج عن السحر. في بيوت بتتفرق وأسر بيحصل عندها مشاكل عديدة ومش عارفين سببها، وكل أسرة بتتفكك يعني كل فرد بيروح في مكان آخر، وبرضو بنقوله السحر. لذلك فهلاقي السحر كتير ليه أسباب متعددة، بل هل طب يعني هل بالفعل ده حقيقة ولا مش حقيقة؟ عشان كده كان لازم يكون معانا الأستاذ الدكتور محمد عبده. أهلا وسهلا بحضرتك، إمام وخطيب وزارة الأوقاف، ومعانا الدكتور إبراهيم علي خبير علم النفس الإيجابي والتنمية البشرية. أهلا بحضراتكم. طبعا النهارده الحلقه بتاعتنا عن السحر، يعني والسحر ده اصبح مشكله كبيره بتواجهنا كلنا. كل يعني كل اللي بيتكلم يقول لك ايه يا ترى في سحر؟ لا ده دي شعوذه، لا ما فيش سحر. وفي برضو بيقول لا ما فيش حاجه اساسيه، حاجات كتيره جدا. قبل اي حاجه اوجه لحضرتك سؤال واقول لحضرتك ايه هو السحر؟ لغه وشرع، واكمل بقى وهل هو حقيقه ولا خيال؟ نعم اتفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على امام الانبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وبعد. طبعا السحر في البدايه لما نيجي نعرفه، كلمه سحره استاذتنا العزيزه تطلق على كل امر خفي لا يعلم سببه ويظهر على غير حقيقته. دي أصل مادة كلمة سحرة. كل شيء لا يعلم سببه وهو شيء خفي لا يعلم سببه ويظهر على غير حقيقته، ده من ناحية اللغة. شرعا السحر حيلة لطيفة خارقة لنواميس الكون تشبه المعجزة. حيلة لطيفة خارقة لنواميس الكون تشبه المعجزة. معجزة بتحول يعني. لكن هنفرق في ايه؟ المعجزة يظهرها الله على يد نبيه، والكرامة خارقة لنواميس الكون يظهرها الله على يد ولي، والسحر يظهره الله على يد بغي لا يعرف الله تبارك وتعالى، لأن أغلبه يقود إما إلى الكفر وإما إلى ارتكاب كبيرة من الكبائر. ده تعريف السحر بكل إيجاز من غير ما ندخل في تفصيلات كثيرة. طيب هل هو واقع أم غير واقع؟ هل هو خيال أم هو حقيقة؟ نحن لن نجيب، ولكن يجيب رب العالمين تبارك وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى في أظهر الآيات التي تتكلم عن قضية السحر بيقول لنا في سورة البقرة
بسم الله الرحمن الرحيم، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس الايه؟ السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يعلمان السحر حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما أبشع أنواع السحر ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. إذن الذي قال إن هناك سحر وهو واقع وعلم له أصول تتعلم رب العالمين تبارك وتعالى. يجي ربنا سبحانه وتعالى يؤكد على هذا المعنى عندما يقول بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق. استعيذوا برب الفلق من إيه يا رب؟ من شر ما خلق. من شر ما خلق يا رب العالمين؟ ومن شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات. من هم النفاثات؟ بإجماع المفسرين سلفا وخلفا النفاثات هن الساحرات التي ينفسن السحر في العقد. قد ينفسنا في الشيء ثم يعقدنا عليه أو ينفسنا في الشخص مباشرة كما حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث أيضا. الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي علمنا أن هناك عوالم أخرى يمكن أن تضر الإنسان ويمكن ألا تضر الإنسان. لما يجي الرسول في الحديث الصحيح يقول للصحابة ما منكم من أحد إلا ومعه شيطان. من أحد جملة جمعة. فبقول يا رسول الله من أحد؟ قالوا قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. هنا حضرتك كلمة فأسلم لا معنين. فأسلم يعني أسلم أنا من شر ومن وساوس، لكن الأرجح فأسلم يعني أسلم الشيطان عندما دعوته إلى الإسلام. ماشي. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ هممت أن أربطه بسارية المسجد، أربطه في المسجد حتى يتفرج عليه غلمان المدينة في الصباح. طب ما ربطتوش ليه؟ علشان نشوفه يا رسول الله. قال ذكرت دعوة أخي سليمان، سيدنا سليمان عليه السلام، لما قال له ربنا هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. إذن الله عز وجل في سورة البقرة أثبت ذلك، الله عز وجل في سورة الفلق أثبت ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم أثبت ذلك. يعني إذن هو موجود. نعم. يعني السحر طبعًا موجود طبعًا يعني طبعًا مش طبعًا خيال. طبعا طبعا. ولما ربنا سبحانه وتعالى اتكلم مع سيدنا موسى، يعني ربنا سبحانه وتعالى قال يخيل إلي من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد إيه؟ كيد ساحر. ولا يفلح الساحر حيث أتى. إذن السحر هذا تعريفه وهذه حقيقته. لكن قضية السحر حضرتك لازم ننطلق فيها من ثلاث منطلقات مهمين. حضرتك أشرت النقطة مهمة جدا جدا ربنا يفتح عليك في المقدمة، اللي هو إيه؟ موضوع أن الإنسان يبحث الأول عن علاج. منطلق قضية السحر في ثلاث مداخل. أولا لازم تبنى قضية السحر على أول مبدأ وأهمه، اللي هو إيه؟ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ليه؟ لأن ربنا في الآية قال إيه؟ وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. لو اجتمع الشياطين جميعا بقيادة إبليس على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عز وجل لك لن يستطيعوا أن يضروا أحد. ماشي؟ طيب القاعدة الثانية اللي بننطلق منها، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. أمال سلطانه على مين يا رب؟ إنما سلطانه على الذين يتولونه، اللي هم معاه، اللي معاه، والذين هم به مشركون، والذين يشركون هذا الشيطان مع الله سبحانه وتعالى. يبقى القاعدة الأولى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ما فيش ضر إلا بإذن ربنا، بناء على قاعدة قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. يعني أي ضرر بينصب على أي حد بيبقى طبعا مكتوب ومقدر من الله وربنا سبحانه وتعالى وربنا اللي أذن به. القاعدة الثانية حضرتك، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. تمام. ماشي. القاعدة الأهم بقى حضرتك، أننا عندما نصاب بشيء أنا دائما نقول زي ما حضرتك تفضلتي، أنت عندك تعب في دماغك. أيوة، تعب ذهني. روح لدكتور مخ وأعصاب. عندك تعب في قلبك، ما هو من علامات السحر خفقان القلب، لا روح لدكتور قلب الأول. عندك معدتك تعبانة، من علامات السحر، لا دكتور بطن. لا ما احنا لسه هنقول لك حضرتك ايه علامات السحر، بس هنسيب حضرتك دي. أنا عاوز أقول لما نستنفذ الأسباب نلجأ إلى العلاج بالقرآن لعلاج هذا السحر. تمام. طب نحب بقى نعرف من وجهة نظر علم النفس
دكتور ابراهيم تقول لنا في السحر من وجهة نظر حضرتك، يعني انت يعني في بعض الحالات يعني كانت مرضية وكانت هي اساسا عندها سحر، ولا العكس صحيح هي مسحورة وهي اصلا تعبانة نفسيا؟ كلام جميل جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عايز اوضح حاجة في البداية. ان علم النفس بيعترف بالسحر كظواهر خارقة للطبيعة، زي ما الدكتور محمد عبد الرب قال ان هي خارقة لنواميس الكون. هنا علم النفس بيبص للسحر، مش بيعترف بسحر كاسمه سحر، لا، هو مثلا حاجات ميتافيزيقية او خارجة عن المألوف، خارجة عن الطبيعة، تمام؟ دي ممكن تصيب الانسان. وعايز اقول لحضرتك على حاجة، يعني مثلا لحد دلوقتي ما فيش عالم نفس طلع وقال يا جدعان علم النفس ده خلاص اتقفل والنفس البشرية بقت ظاهرة واضحة بكل كواملها، لا، دي حاجة مستحيلة. لان الحد يعني يوم القيامة والحد ما نلقى الله سبحانه وتعالى هتفضل النفس البشرية لغز كبير جدا من ألغاز الوجود، فبالتالي ان هي معرضة ان هي تتعرض لبعض الخوارق الطبيعية، تمام؟ فلما نيجي احنا كناس بندرس علم النفس نبص للسحر من وجهة نظر علم النفس، هنكتشف ان النفس معرضة ان هي تتأثر بأي عوامل خارجية. يعني مثلا لما في حد يركز مع حد، طبعا بنسمع الموضوع ده كتير، انت مركز معايا جدا، بنلاقي ان الشخص لما بيركز على شخص تاني، سواء التركيز ده كان مثلا ان هو بيحقد عليه، تركيز ان هو معجب بيه، تركيز ان هو مترقب ردود افعاله، التركيز عامه مختلف باختلاف الطريقه اللي انا بركز بيها على الشخص، تمام؟ فبالتالي لازم تاثر، وعلى حسب الطريقه على حسب ما يكون التاثير. يعني ده بيأثر يعني كسحر ولا كحاله نفسيه؟ لا، انا عايز افهم هنا بقى. كويس قوي النقطه دي. هنا التاثير بيكون تاثير منطقي طبيعي، بما ان احنا كبشر مجموعين بقواعد. اقول لحضرتك على حاجه، اتفضل. ربنا سبحانه وتعالى لما خلق البشر كلهم اللي احنا دلوقتي 7 مليار وشويه، تمام، من حكمته وقدرته ان هو جمعهم كلهم بقوانين ماشيين عليها، حتى لو كلهم مثلا في منهم مؤمن في منهم كافر من جميع البلدان من جميع الاعمار والجنسيات، تمام؟ زي مثلا هو قانون كما تدين تدان، تمام؟ دي حاجة بتربط ما بين البشري والبشري التاني، بغض النظر عن أي حاجة، حتى يعرفوا إن في خالق، تمام، بيحط القوانين. طب ما هو دكتور بحاول لحضرتك حاجة، ما هو في أحيانا بيعجز العلم النفس أو يعني إن هو يحل مشكلة الشخصية، يعني بتجي لك شخصية تعبانة نفسيا ويقول لك دي تعبانة، بتحاول بكل الطرق إن أنت تعالجها، بس ما يعني معلش مع احترامي للأطباء، بس بيفشلوا في حل هذه المشكلة حقيقة، ويقولوا لا ده هو متعرض لسحر. هل حضرتك على يقين بان فعلا في سحر هو عنده سحر، ولا ده مجرد يعني كلام وخلاص زي ما حلو دي. جدا. ازاي نفرق؟ ما هنا بقى ده السؤال ده بيخلينا نتطرق لنقطه مهمه جدا. ازاي نفرق بين ان الشخص اللي قدامي ده عنده مرض نفسي او سحر حلو قوي. هنا بقى لو احنا جينا نتكلم مع الشخص ده او نحاول نعرف الدوافع، نعرف اللي هي الكلاكيع والعقده النفسيه ده ممكن تكون ادت للحاله بتاعته، لو لقينا في اسباب حقيقيه ده بنقدر نقول للشخص ده يا جماعه عنده مرض نفسي ادى للاعراض المشابهه لاعراض السحر. ولكن عدم وجود اي مبرر وعدم وجود اي شيء يدل ان الشخص ده يعني في قانون اللي هو ايه؟ المثير والاستجابه. انا عملت كده سمعت صوت، تمام؟ فانا بعمل حاجه فبتاثر. فالشخص ده لو متاثر بسبب مثلا صدمه نفسيه او اي حاجه ممكن تكون ادت في طفولته والكلام ده خلاص ده مريض نفسي. ولكن عدم وجود سبب من غير اي حاجه نقدر نقول عليه ان هو دخل بقى كده في الحته في دايره الغامضه شويه اللي احنا مش عارفينها بالظبط، وبنبحث بقى. الله ينور عليك، بنبحث. وعايز بس انبه على حاجه صغيره، فعلا زي ما انت قلتي في اصلا نوع من انواع المرضى علماء النفس بيحذروا ان هم يتعاملوا معاها اساسا، ان هي ممكن تاثر على علماء النفس، تمام؟ لما حد دكتور نفسي بيتكلم مع حد هو برضه بشري زيه زي اللي قدامه، بس هو عنده صلابه نفسيه تخليه يقدر يحتوي اللي قدامه ويفصل مشاعره عن اي مؤثر ياثر فيه من جوه. في نوع من الشخصيات ممكن يكون الموضوع فعلا مهما كان لا ياثر على الدكتور يجيب له اكتئاب اساسا. يعني دي حقيقه نفسيه بالظبط. ايوه بالظبط كده. طب دكتور محمد عايز اعرف السحر ليه انواع؟ أنواعه يمكن أن تقسم بحسب حكمه يعني كيف يمارس وبحسب تأثيره. بمعنى إيه؟ هناك سحر والعياذ بالله يؤدي إلى الكفر. ليه؟ لأن هناك سحرة يتعاملون مع الشياطين مباشرة، ماشي؟ وده اللي ربنا سبحانه وتعالى أشار إليه في سورة الأنعام وقال وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. ليوحون الى اوليائهم، يعني اللي هم اللي تبعهم، يعني اللي هم السحره الذين نعم يتعاملون مع الشياطين
لإيذاء الناس بالضر والعياذ بالله. وربنا يقول وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الإيه؟ من الجن فزادوهم رهقا. فهؤلاء عندما يتعاملون مع الجن ومع الشياطين والبعض والعياذ بالله يتعامل مع الكواكب، هذا يقود إلى الكفر. وكلمة الكفر برضو علشان السادة المشاهدين، ده مش دور العالم ولا دور الشيخ، لا ده دي وظيفة القاضي. وده بقى لحضرتك ازاي احنا بنتكلم في حكم عام، لكن انا ما اقدرش احكم على انسان بالكفر، ده يحل الى القاضي والذي يحكم بايماني او بكفري والعياذ بالله. يعني احنا ما بنتدخلش في هو كافر او اي حاجه، بقى هو القضاء هو اللي اختصاصاته يعني. دي حاجه. فيمكن هناك كفر سحر يقود الى الكفر والعياذ بالله. ولذلك ربنا بيقول وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس الايه؟ يعلمون الناس السحر. وهناك سحر يعد من الكبائر، اللي هو بقى ايه؟ التخيل والاستعانه مثلا ببعض الادوات العطور والى اخره لصنع شيء من الخيال عند الانسان المسحور، وهذا من الكبائر والعياذ بالله. ولذلك الرسول لما اتكلم عن الموبقات، النبي عليه الصلاه والسلام اتكلم الرسول عليه الصلاه والسلام قال السحر وبعدين قتل النفس، قدم السحر على قتل النفس والعياذ بالله، لان الانسان المسحور قد يفعل ما هو ابشع من قتل النفس والعياذ بالله. ده من ناحيه الممارسه. طب من ناحيه الاثر، هناك حضرتك ابشع انواع السحر هو سحر التفريق بين الرجل وزوجته، وده اللي ربنا اتكلم عنه في الايه؟ في القران الكريم، في سوره البقره. نعم، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. الله، طب ليه هو ابشع انواع السحر والعياذ بالله؟ لانه سبب رئيسي في انهيار المجتمعات، لان اساس اي مجتمع يا حضرتك الزوج والاولاد، بيتي وبيت حضرتك وبيت الدكتور ابراهيم. كتير من في بعض الناس بيبقى عندهم مشاكل وهم مش بيتفرقوا فعلا، مش عارفين سبب اساسي للتفرقه دي. بالظبط، ده اول حاجه. فهناك سحر التفرقه بين الرجل وزوجته، وهناك سحر الجنون، ولا يشترط ان يكون جنون يعني الانسان يخلع ملابسه وشير، لا ابدا. الجنون او احد مظاهره القليله، شرود دائم، سرحان دائم، توهان دائم، يعني زيغة دائمة، مش مركز في شيء، يعني يسير في الطريق هائم على وجهه، واخد بال حضرتك؟ دي حاجة. هناك سحر بالمرض والعياذ بالله. في الحديث الصحيح جاء رجل من السند فدخل على السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فقال للسيدة عائشة أنت مطبوبة، مطبوبة دي يعني مريضة بالسحر. فقالت له من طبني؟ يعني من فعل هذا السحر؟ قال جارية في البيت الفلاني الآن تحمل ولدا في حجرها بال عليها، يعني ادها الجارية وادها العلامات وفي البيت وتحمل غلاما بال في حجرها الآن. فالسيدة عائشة تفرست الذين الجواري الذين يخدمونها، فقالت ائتوني بفلانة، العلامات دي بتنطبق على فلانة. فأتت إليها فقالت لها أفعلت كذا؟ قالت لها بلى. قالت ولما؟ كانت السيدة عائشة أطلقت صراحة أنت حرة، وده بال حضرتك إزاي؟ لكن بشرط أنت حرة بعد موتي. فقالت لها يا عائشة استعجلت الحرية، يعني أنا حرة بعد أن تموتي، فأنا يعني فعلت هذا السحر لكن عشان لعل أنا لعل حياتك يعني أن تعجل بالموت فأكون إيه؟ فأكون حرة. هناك سحر اسمها تفضل معانا مداخلة. تفضل محمد سلامة. السلام عليكم. عليكم السلام. ايوه استاذ محمد، مساء الخير عليكم جميعا. اهلا، مساء النور يا فندم، اتفضل. انا معجب بحضرتك جدا وبرنامج حضرتك. الله يخليك، شرف لينا يا فندم، اتفضل. الله يخليك. لا انا بس كنت عايز اسال الشيخ محمد سؤال. اتفضل. دلوقتي حضرتك انا يعني خاطب من فتره، ويعني وعدت كتير جدا عشان خاطر عمال ما اعرف اخد خطيبتي دي، وكنت بحبها جدا وحاربت عشانها كتير عشان اوصل لها وعشان خاطر يعني يرضوا وبتاع، وبحبها جدا وبتاع. وبعد ما خطفتها والدنيا تمام وزي الفل او قربت على جوازي، فجأة لقيت نفسي مش عايز اي حاجة وتعبان ومخنوق والموضوع مقفول معايا ومش جاي معايا، ورحت للشيوخ بدون اي اسباب منها او اي حاجه، يعني هي كويسه معايا جدا. يعني القفله من حضرتك، يعني القفله من حضرتك انت ومش منها هي. مني انا منك انت، يعني انت زي ما تقول مصدود منها هي يعني. يعني ما بقتش حابب، يعني في حاجات بتاعت الجواز بتاعتي الحاجه وبتاع، ما بقتش حابب اعمل اي حاجه مع ان هي ما عملتليش اي حاجه. بس انا في حاجه جوايا كده مخلياني مش قابل الموضوع، مش عارف ليه. ماشي ماشي حضرتك جاوب. شكرا يا فندم.
او احنا حضرتك بنقول زي ما تفضل الدكتور ابراهيم، بنقول الاول الاخ الفاضل ده بيبحث عن اسباب الاعراض بعدما كان شغوفا. يعني هل صدر من الفتاة اي شيء؟ لا. طب هل صدر من والدها او امها او اهلها اي شيء؟ هل عند الزيارة في اي موقف لفت انتباهه جعله يشمئز وينفر من هذا البيت؟ طب هل هو طرأت عليه اي اسباب في بيته او والده او والدته او اخواته او اصدقائه، يعني كلموه في شيء معين؟ وممكن تلاقي مثلا افضل، ممكن تلاقي اجمل، ممكن تلاقي اغنى، ممكن تلاقي اكثر حسب، ممكن تلاقي اكثر نسب، ممكن تلاقي اكثر شخصيه و الى اخره. بقول لحضرتك لا، لو استنفذ كل الاسباب، بص هو بيقول رحت المشايخ كتير، للاسف يعني غثاء كغثاء السيل. انا يعني احيل على الذين يعالجون بالقران اولا، على بعد ما يستنفذ كل الاسباب، اسبابه الشخصيه واسباب بيته واسباب خطيبته وبيتها، لو ما لقاش اي سبب يعني لا من قريب ولا من بعيد، هناك اناس يعالجون بالقران لوجه الله دون ان يتقاضوا درهما واحدا، ما بياخدوش مليم من 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 اي انسان، وما بيتكسبوش من اي انسان، هو بغيتهم فقط الاصلاح بين الناس، يذهب الى هؤلاء يعني الناس المحترمين المعتبرين البارعين في هذا المجال. موضوعات اصل حضرتك يعني الدنيا كل واحد حافظ الفتحه والمعوذتين وقل الله احد وبيتكسب منه، لكن يتخير انسان صالح بارع ذو سمعه طيبه في هذا المجال ويعرض عليه الامر، وان شاء الله الله سبحانه وتعالى يعني جعل في القران شفاء من كل داء باذن الله تعالى. دكتور ابراهيم، في اساليب نفسيه بيستخدمها المشعوذين عشان يجذبوا ليهم الناس؟ طبعا طبعا، دي اهم حاجه اصلا. بس اسمحي لي بس انا عايز ارد على الاستاذ اللي كان لسه متصل. اتفضل. اعقب بس اقول حاجه صغيره. اتفضل. انت ممكن تكون عندك شغف ان انت مثلا ترتبط بالبنت دي او ان انت تكمل مشروع الزواج، ويجي مره واحده تلاقي نفسك انت ما عندكش قبول او الشغف راح. ده ممكن يرجع لاسباب نفسيه، عقلك اللاواعي ممكن يكون بيتعامل مع اي تفاصيل تصدر منها بتكون بدون وعي، انت مثلا ما تبقاش واخد بالك من اي حاجات هي بتعملها بتضايقك، بس هي بتتحفر جواك مع مرور الوقت، بتتراكم عليك مع مرور الوقت بتنفجر. فممكن تحط في اعتبارك حاجه صغيره، وهو ان القلب سمي قلبا لانه متقلب. ربنا سبحانه وتعالى جعل قلوب البشر كلهم تحت ايده، هو اللي بيحكم هو اللي بيؤمر. في يوم ممكن تصحى من النوم تحب حد انت كنت بتكرهه او تكره حد انت كنت بتحبه. فالفكره كلها في التصالح مع النفس وتقبل. انت تقعد مع نفسك قاعده حلوه كده وتجيب كوبايه شاي كده مع نفسك وتفكر بمنطقيه، انا نفرت منها ليه؟ هل في سبب؟ تبدا تكون واضح مع نفسك، وكلما كنت واضح مع نفسك كلما ظهرت الاسباب، ودي حاجه انت تقدر تعملها واكيد هتكون في نتيجه. بالنسبه لسؤال حضرتك، هو في طبعا اساليب كبيره جدا الناس المشعوذين بيستخدموها تحت بند السحر علشان يستفيدوا ماديا من الموضوع. ازاي؟ دلوقتي عايزين بس نمشي على قاعده واحده بس، اللي هي الاغواء او التاثير. ازاي البشر بيأثروا على بعض؟ في كتاب اسمه 48 قانون للقوه لواحد اسمه روبرت جرين، كان بيتكلم بالتفصيل الممل عن ازاي الواحد يأثر في الناس. والكتاب طبعا انا بتعارض مع بعض الحاجات الغير اخلاقيه فيه لان هي بتبقى شيطانيه وقويه شويه، بس هنتكلم في الحاجات المهمه. اولا، وهو ان انا ازرع جوه الشخص اللي قدامي فكره ان هو مسحور. ابدا اخلق حاجه لي، ابدا احسسه ان هو عنده مشكله واقول له ان انا عندي الحل. يعني يكون الانسان قدامي معافى وكويس، معرض ان هو مثلا، انا ممكن اقول له مثلا دكتور محمد عبد ربه طبعا على سبيل المثال، وش حضرتك اصفر، انا حاسس ان عينيك فيها حزن كبير، لا انا حاسس ان انت مسحور. طب تعالى بس اقول لك حاجه كده، اقرا لك ايه، ايه ده انت بتتاوب؟ محسود. محسود، بس لا خلي بالك انا حاسس ان انت مش طبيعي. طب بقول لك ايه، يعني انت لو سكتت على نفسك كده مثلا اسبوع هيحصل لك كذا كذا كذا. وفي بقى الفكره تحليل اعمق وادق، تمام؟ ان انا مثلا ممكن من خلال البادي لانجوج او لغه الجسد بتاعتي اراقب مثلا تحركات اللي قدامي، مثلا اللي هو وضعيه الاصابع، تمام؟ ممكن الاقي وضعيه اللي هو الصوبع اللي هو بيبقى الابهام، تمام؟ اللي في ايد الشمال بيبقى اعلى من ايد اليمين، ده بيديني ان الشخص اللي قدامي ده عقلاني، تمام؟ شخص عقلاني بيفكر بعقله، فانا اجي له من ناحيه العقل، ما خاطبوش بالعواطف خالص، فابدا اتكلم معاه منطقيا ان هو محتاج يتعالج من شيء ما. ولو اللي حسيت ان الشخص اللي قدامي نفسه مش معترف او لا انا كويس ما فيش اي حاجه، هبدا ادور على حاجه تانية. فالفكره كلها تلخص انا اخلق جواه احتياج ما واقول له انا الوحيد اللي هشبعه لك، فبالتالي الشخص ده بيبقى مقصور قدامي، اللي هو انا اقدر اوهمه واقدر كمان اوهمه بالعلاج.
وفي حاجة أنا عايز أوضحها مهمة جدا جدا. في أوائل القرن العشرين لما الدكاترة والأطباء حبوا يستخدموا العلاج بالهيبنوسيس أو التنويم الإيحائي طبعا اللي هو العلاج بالأدوية طبعا معروف. فيدخلوا حاجة علم النفس اللي هو إزاي أقدر أوهم اللي قدامي بأن هو بيتعافى فيتعافى فعلا. جربوا يعملوا حاجة ذكية جدا اسمها البلاسيبو، حبوب البلاسيبو دي عبارة عن حبوب ما فيهاش أي مواد فعالة إطلاقا، مواد عادية لا تضر ولا تفيد تمام. فبيبدأ مثلا يدي المريض البلاسيبو يقول له أنت هتاخد الدواء ده وأنا واثق أن أنت هتخف زي ما 1000 واحد خف من الدواء، ما فيش واحد فشل أن هو يخف. فالشخص لما بياخد الدواء ده بيتبنى عنده قناعة، اعتقاد داخلي جواه بيتزرع جوا عقله الباطن، خلايا جسمه بتتأثر بالموضوع، فبياخد البلاسيبو ده بقوة الاعتقاد بيخف فعلا، لأن عقله الباطن بياخد الموضوع بمحمل الجد. عقل الباطن بتاع الإنسان فكرة فيلم الكيف كده يعني زي الشعوذة دي كده، يقول لك خلق الوهم فكرة فيلم يعني الكيف. مثلا هو لو راح لحد يقول له اعمل كذا، طب اقرأ قرآن، أو طب رش مية، أو فهو بيقتنع ونفسيا مقتنع تماما ان ده هيحصل وهيفك له كل حاجة. وبالفعل يقول لك لا ده، ولا انا رحت عند الشخصية دي وطلعت ممتازة، وخاصة اذا كان كله ثقة في الشخص اللي بيعلم. هنا بقى كده ان انا ازرع الثقة فيه واهيئه واحسسه فعلا ان انا واحد ساحر جامد قوي. عنده فن بالظبط. فهي الواحد لازم ياخد باله كويس وما يصدقش اي حاجة، والاعتقادات اللي الناس مثلا بتفرضها على الناس لا مش مضطر تصدقها، تقصي واعرف وابحث وشوف الكلام بتقالك ده صح ولا لا. انا ممكن اعمل اعتقاد اللي هو انا عندي خاتم جميل جدا لو لبسته لمده يوم هيجي لك حظ كبير جدا. انت ممكن قوه الاعتقاد عندك تلبس الخاتم وتتهيئ نفسك انك هيجي لك حدث حلوه، يحصل لك مثلا حدث حلو واحد اقول لك برافو عليك انت كده فعلا الموضوع نجح معاك. لما تيجي تلبس الخاتم تاني يوم قوه الاعتقاد معانا. مداخله يلا بينا. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. ايوه استاذ محمد اتفضل. انا حضرتك صاحب المشكله اللي كانت الاسبوع اللي فات، والدتي احمد هي كلمت في التليفون مع حضرتك ومع الاستاذ ايمن محفوظ. اهلا وسهلا يا فندم، اتفضل حضرتك. اهلا يا فندم. هي مشكله السحر يعني هي وردك زي ما حضرتك عارفه ان هي واحده عامله عمل مدهوله ابني بقى له 4 سنين تمام كليه الهندسه. وانا لفيت بيه عند مشايخ كتير جدا ولفيت بيه عند دكاتره كتير جدا مش لاقيين حل. لحد النهارده هو تعبان جدا، حاجه مكتفاه ومغص وصدره وحالات غريبة جدا بتحصل لابني، مش لاقيين حل للموضوع ده. يعني لحد دلوقتي الاعراض برغم ان حضرتكم قلتوا لي ان انتم مشيتوا من المكان نفسه صح كده؟ مشينا من المكان لكن لازال برضو ابن حضرتك متاثر بموضوع السحر ده. تعبان جدا يا فندم والله، ولغى ترم من كليه الهندسه اللي فات ده. تمام فندم. طيب انا والله ولا عاوز يروح الكليه ولا عاوز يعني كل حاجه مقفوله في وشه. هو نفسيا كمان مش عايز يتحرك في اي حاجه؟ ورحت بودك الاثنين دكاتره نفسيين في باب اللو، دكاتره جامده جدا وعالين جدا يعني. طب سكر لنا رقم حضرتك وهنتواصل معاك بعد الحلقه ان شاء الله. استاذ الدكتور ابراهيم والدكتور محمد يتواصلوا مع حضرتك. مش ماشي. اتفضل. ممكن تقول رايك يعني في الموضوع ده، ممكن يعني يعمل ايه يعني تخفيفا الى حد ما للمشكله بتاعته، الى ان احنا نتكلم معاه بعد الحلقه ان شاء الله مبدئيا يعني. احنا طبعا الاول يعني يمكن أن نستعين على هذه الحالات بشيء مبدئي اللي هو إيه؟ الوسائل التي تحفظ الإنسان أو تخفف عنه وطأة هذا السحر لحد ما يجي المختص، لأن دي حضرتك علم اختصاص وفي ناس يعني إيه متبحرة في هذا العلم وهي أهل لكن في البداية لا أقل أن الوالد الكريم اللي اتكلم أولا نسأل الله له ولوالده الشفاء يا رب العالمين. اولا لا اقل ان انا ابدا يومي مثلا بصلاه الفجر مثلا. النبي عليه الصلاه والسلام علمنا ان من صلى الفجر في جماعه فهو في ذمه الله الى ان يصبح، واي انسان في ذمه ربنا لا يمكن ان يضره شيء. ممكن حضرتك اذكار الصباح والمساء، وطبعا الاذكار دي يعني يطول شرحها، لو حضرتك دخل الوالد الكريم على اليوتيوب وقال أذكار الصباح وبتتباع في كتيبات صغيرة يمكن أنه هو يقراها الصبح ويقراها قبل المغرب في أوقاتها اللي الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا إياها. يعني في وسائل كتير تخفف وطأة هذا السحر لحد ما نحيله على أهل التخصص في العلاج بالقرآن الكريم، لأن ده مجالهم مش مجالنا إحنا. لا أقل أولا أن يحافظ على الصلاة، الأذكار، قراءة القرآن
في البيت دائما، تحصن البيت وتحفظ الزوج وتحفظ الزوجه وتحفظ الاولاد. دكتور انا عايز اقول لحضرتك حاجه بس صغيره، احيانا الانسان اللي بيكون عنده سحر او مسحور بيبقى القران ولما بيمسكه يبقى عنده يعني حضرتك فاهم تردد، مش قادر يمسك، مش قادر يقول الكلمات القرانيه، لسانه بيعجز. فدي بيبقى برضو غصب عنه. فهو ممكن لو حضرتك بالفعل هو مسك القران وحاول ان هو يقرا هيبقى مش قادر. احيانا برضو يجي عند فريضه الصلاه يبقى بيتلخبط، يقول الايات متلخبط، طب يعمل ايه لو الحاجات دي برضو متواجده معاه؟ نجيب من يقرا له، يعني الولد تعبان ابوه يقرا له، امه تقرا له، اخواته يقروا له، يعني هو قاعد مثلا يستمع. بالظبط كده. طيب في قنوات 24 ساعه قنوات للقران الكريم، في قنوات حضرتك 24 ساعه تقرا الرقيه الشرعيه 24 ساعه، هذا عملها. ممكن حضرتك انا انزل جزء من القران، جزء من المعوذتين، جزء من هذه الرقى الشرعيه على موبايلي واشغل، مش لازم انا اقرا، واخد بال حضرتك ازاي؟ طب لو ممكن اسمع. لو دكتور معلش برضو انا بقول لحضرتك حاجات لان احنا في بعض الناس كانوا بيقولوها لنا، يعني ممكن يستمع ويشعر باختناق، مش عايز يسمع، يعني رافض يسمع حتى لو في اذان بيتقال بيبقى مش عايز يسمع، عايز يسد ودانه. بص حضرتك احنا ده يبقى واصل لمرحله ايه بقى؟ الحاجات اللي تخفف وطئه السحر الى ان نحيله على الذين يستطيعون، الى نعرضه يعني. بالظبط، يعني احنا بنديله حاجات وسائل بسيطه دلوقتي، الوسائل البسيطه اللي هي ما تخليش الامر يتفاقم ويحفظ هذا الولد ويحفظ هذا البيت لحد المعالج بالقران المختص في هذا الامر هو اللي يقول له تعمل 1 2 3 4. ليه حضرتك؟ اصل في ازمه احنا بنواجهها في الموضوع ده. اولا سلامه المستقبل ماشي، وسلامه القائم بهذا الامر. بمعنى ايه سلامه المستقبل؟ يعني مثلا حضرتك الرجل عندما اصيب في عيني راح لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فوضع يده على عيني وقرا عليه علي الفاتحه فبرئ بامر الله سبحانه وتعالى. سيدنا عمر مات، أصيب الرجل في عيني مرة أخرى، ذهب إلى الصحابة الذين كانوا يصاحبون سيدنا عمر وقال افعلوا كما فعل عمر، حطوا أيديهم على عينه وقرأوا الفاتحة، حتى وإن كان للعلماء في القصة يعني كلام، فعندما قرأوا علي لم يبرأ، فقال لم أبرأ، قالوا له إيه؟ الفاتحة هي الفاتحة، ولكن أين يد عمر؟ فهنا الإشكالية في من يقوم بالعلاج، دي حاجة. والإشكالية الثانية في سلامة المستقبل، حضرتك لو احنا جبنا تلفزيون اللي هو كان في الثمانينات وأول التسعينات 3 قنوات ولا 11 قناة وحطيت عليه دش، واخد بالك حضرتك ازاي؟ هل يقدر يجيب الألف قناة ولا الـ4000 قناة؟ هو أصلا مش مجهز لاستقبال هذا الأمر. فلازم يكون الإنسان مجهز لاستقبال هذا الأمر. بمعنى لسه كنا بنتكلم قبل الحلقة مع فضيلة الدكتور على سيدنا جعفر الصادق، ماشي حضرتك؟ سيدنا جعفر الصادق احنا دايما بنقول يا اخوانا في قضية السحر الله لا يجرب ولكن الله يعامل بيقين. سيدنا جعفر الصادق له كلام جميل جدا جدا جدا، بيقول ايه؟ عجبت لمن جمع له الناس، كل الناس اتجمعوا علشان يؤذوه، ولم يفزع إلى قول الله عز وجل حسبنا الله ونعم الوكيل، لأن النتيجة إيه؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وعجبت لمن اغتم، واحد أصابه هم ولا غم لأي عارض، ولم يفزع إلى قول الله عز وجل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لأن النتيجة إيه؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم. ممكن دي خصوصية لسيدنا يونس، قال لا وكذلك ننجي المؤمنين. كل اللي قال الايه؟ الآية دي زي سيدنا يونس. ويرجع يقول وعجبت لمن مكر به ولم يفزع إلى قول الله عز وجل وأفوض أمري إلى الله. إيه النتيجة؟ فإني سمعت الله بعقبها يقول فإني سمعت الله وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا. ماشي؟ يبقى ربنا وقال إيه؟ سيئات ما مكروا. طيب. أنت عارف حضرتك إحنا قاعدين بنحكي في القصة. طب بعد اذن حضرتك معلش الساهد في كلمه واحده بس، شوفي سيدنا جعفر بيقول ايه؟ دي خلاصه الموضوع. فاني سمعت الله، انا سامع ربنا بيكلمني. ده اعلى درجات اليقين بان الله سبحانه وتعالى قادر على شفاء. فالقضيه في المستقبل وفي القائم بهذا الامر. الله يفتح عليك. نعم ربنا يفتح الله خير. الو. طب حضرتك ايه يا دكتور في الموضوع دوت؟ او قول لي يعني ممكن الانسان يتعافى من السحر بمفرده كده بنفسه؟ ازاي ممكن؟ بس هنحطها برضو تحت بند ان الواحد هيقدر يتدارك على قد ما يقدر جزء من العلاج
لحد ما حد من المختصين يكلمه. يعني مثلا هو يعني برضه يتعايش مع نفسه لحد ما بالظبط يخفف الموضوع شويه لحد مختص. يعني مثلا انصح الشاب اللي كان لسه بيتكلم عليه ده ان هو مثلا ممكن يغير روتين يوم، يروح اماكن جديده، يتعرف على ناس جديده. ممكن هو لما يحيط نفسه ببيئه تانية غير اللي هو كان فيها، باحداث تانية غير اللي هو كان فيها. بس اذنك بس عشان المداخله. الو 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 ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. ايوه سلام. لو سمحتي مساء الخير الاول عليكم. مساء النور حبيبتي. بحيي جوب حضرتك. بحيي حضرتك. كان ليا بس استفسار عن لفضيله الشيخ، هل السحر العادي زي السحر السفلي؟ يعني احنا مثلا بنعاني من موضوع زي كده. احنا عندنا احنا في بيت عيله، اسر يعني ساكنين كلنا في بيت عيله، بنعاني جدا من موضوع السحر دوت. في واحده ما من في وسطينا بتحاول ان هي تاذينا في اولادنا. بنلاقي حاجات على البيبان، بنلاقي حاجات في الشوزات بتاعت الولاد. مؤخرا يعني بيبقى في بخور بيبقى شغال من الساعه 10 بالليل لحد الفجر، مش في وقته خالص. وريحته يعني ريحه مش يعني ريحته مش حلوه، مش البخور اللي هو ريحته حلوه. مجرد ما البخور ده بيشتغل يا فضيله الشيخ، الولاد عندنا بيشوفوا حاجات في البيت، يعني بيشوفوا ناس رايحه جايه، وبيشوفوا الناس بتتحرك، وفي اصلا بتبقى حركه في البيت غريبه. ده غير ان انا ذات نفسي يعني كان ليا تجربه في كده. كانت بنتي في الثانويه العامه، وقبل الامتحانات على طول السلم كله من اول درجه لحد باب شقتي زي ما يكون نقط دم على سلمه سلمه، حد ماسك قطاره ومقطر نقطه نقطه حتى في الشوزات بتاعت البنت. وبالفعل في السنه ديت هي سقطت وقفلت خالص من الامتحانات، رغم انها كانت كويسه جدا وكانت تمام. وبصراحه انا التجأت لناس علشان خاطر يعني يشوفوا الموضوع دوت وكده. وساعدوكي؟ الناس ساعدتك يعني لقولك حل في الموضوع ده؟ وقرينا قرآن وشربت ميه بالقرآن واستحمت بميه بالقرآن. بس للأسف الموضوع معاها بيتجدد، يعني يعدي معاها مثلا يومين ثلاثة كويسة، بعد كده البنت خانقة غريبة. أي حد بيجي لها موضوع كجواز أو خطوبة أو كده مش بيتم، مش بيمشي أصلا لحد الآخر، بيتقفل من بره بره. فأنا يعني أنا دي معاناة بالنسبة لي، مش لاقية لها حل. وكل ما يعني كل حد كلامه غير التاني. كل حد كلامه غير التاني. يعني اللي يقول لي لا هي معشوقه، اللي يقول لي لا هي مشهوره، اللي يقول لي معمول لها بالربط طول العمر. فانا مش عارفه اكون الفكره ايه بالظبط. ماشي. ومش عارفه اعالج ازاي. ماشي يا حبيبتي. ماشي فضيله الشيخ هيجاوب حضرتك دلوقتي. شكرا. اتفضل. نعم. ايه رايك؟ احنا زي برضو السؤال السابق، طبعا السحر السفلي والعياذ بالله هو أبشعه، وهو الذي يستعين فيه الساحر يعني بعالم الجن، وقد يصل إلى درجة الكفر. لأنه حضرتك لما ربنا بيقول وإن الشياطين ليحون إلى أوليائهم، والعياذ بالله الإنسان ينصت إلى كلام الشيطان بما يقوده إلى الكفر والعياذ بالله. والشيطان بيبقى في خدمة الإنسان يخدمه فيما يأمره به والعياذ بالله. فده أبشعه، بيبقى ضرر كبير يعني. طبعا يعني هو بيوجهه بقى اعمل كذا واعمل كذا، فبيأثر على نفسه. ولذلك ده العلماء قالوا أنه يصل بصاحبه إلى درجة الكفر. ليه حضرتك؟ لأن لما يجي أنت تلجأ إلى هذا الأمر ويقول لك ده بكرة هيحصل له كذا وده بكرة هيحصل له كذا، فاللي بيحصل إن أنا صدقته في أنه يعلم الغيب. النبي نفسه قال ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. النبي نفسه قال أنا ما أعرفش الغيب. ليه؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون. فإحنا حضرتك بنقول في أسماء محترمة بارعة في هذا المجال تعالج بالقرآن، يعني وليسوا سحرين وليسوا دجالين وليسوا مشعوذين وليسوا مكتسبين، يعني يمكن يعني إيه أن يعالجوا هذه الحالات المستعصية. لأن هي بتسأل السحر، يعني هي بتقول إن هي تعرضت للسحر وراحت لأكتر من حد، وكل واحد بيختلف، يعني كل واحد بيقول حاجة مختلفة. لكن حضرتك نلمح من كلامها شيء مهم. بتقول راحت وبعدين البنت بتستريح 3-4 أيام. بالظبط. إذن يبقى في نوع من أنواع السحر، وروحنا لهذا الإنسان وبفضل الله سبحانه وتعالى وعون الله أولا شفيت، دي حاجة. طيب لعل السحر بيتجدد مرة أخرى. طب معانا مداخلة تانية من أسوان. ألو
الو 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 ايوه الو مساء الخير. ايوه يا فندم مع حضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت بس انا كنت عايزه اقول لحضرتك على حاجه. اتفضلي. شكرا فندم. شكرا سلامتك. طب يعني عايز اعرف يعني ازاي احنا حصل نفسنا تحصين كده من الجانب من علم النفس. عظيم جدا السؤال ده ودي اهم حاجه اصلا. وبجد انا عايز اتكلم الموضوع ده باستفاضه شويه. اتفضل. ان الواحد معرض كل يوم تمام لظروف واحداث فجائيه تاثر على نفسيته. تمام. فاللي نازلين نتفق عليه ان الواحد لازم يكون عنده حاجه اسمها الصلابه النفسيه، ان انا اكون صلب، اعرف اواجه، اعرف اخد قرار، اعرف اتحمل، يكون عندي مرونه تجاه اي ظرف يحصل لي وما خلوش ياثر فيا التاثير الكامل. تمام. بس في نوع من الناس عايز اتكلم عليه وده اكترهم دلوقتي. اللي هو مثلا بتلاقيه يقول لك ايه، انا مش كويس ومش عارف ابقى كويس وخلاص مش عايز ابقى كويس لاني متعود اني مش كويس. وبصراحه انا حبيت الموضوع قوي. بتلاقيه قاعد جوه دوامه من الافكار السلبيه، دايره اسمها دايره الكومفورت زون، دايره الراحه. طالما بشرب وباكل وبنام انا كده مرتاح، لا عايز اتعامل مع حد ولا عايز اواجه حد، وباخدش اي حاجه بمحمل الجد وبكبر دماغي. ده بيؤدي لسقوطه. ده بيخليه هو مش محصن، هو كده فاكر نفسه ان هو كده محصن، لكن لا هو كده واخد عزله، واخد جنب علشان يتفادى الناس، مع ان لو خرج للناس هيلاقي الموضوع طبيعي عادي. الموضوع معتمد على المعدن الداخلي للانسان. تمام. لو جبنا مثلا شخصين حطيناهم في موقف واحد هنلاقي ردود فعل الشخصين مختلفه بناء على صلابه قوة الشخصية نفسها. فعلشان نحصن نفسنا داخليا ونفسيا احنا لازم نمارس ازاي؟ ان احنا نمبر 1 نكون عارفين نفسنا الاول من جوه. لو شخص مش معترف بغلطه او مش مدرك جوانب شخصيته اللي من جوه هيبقى الموضوع بالنسبه له غامض، هو مش عارف نفسه اصلا، فبالتالي مش متقبل نفسه، فمش متقبل نفسه فمش حابب نفسه، فكيف تتوقعي ان حد يحب حد هو مش متقبل نفسه اصلا؟ فنمبر 1 حب نفسك وتقبلها وقرب منها واحتويها واحضنها واحتوي حزنك وخوفك وقلقك يعني المشكله في حاجه، ان احنا لما ما بنبقاش متقبلين شيء ما ده بيخلينا من جوانا بينعكس داخليا وخارجيا وبيخلينا اصلا معميين ان احنا نشوف كل الجوانب اللي في حياتنا. فكون الواحد مش راضي دي حاجه تبقى صعبه جدا جدا جدا. فاول حاجه حب نفسك وارضى بكل حاجه وتقبلها، وحس كده اللي هو ايه، انت بتكتب سيناريو حياتك وقصه حياتك كده، بتتعمل فيلم وانت البطل بتاع قصه حياتك. فالفكره كلها لما يجي لك مثلا موقف سلبي انت ساعتها لو بنيت الصلابه النفسيه دي هتعتبره مشهد جاء كده البطل فيه بيتعرض لايه، لموقف معين وبيعدي. تمام. واهم حاجه ان احنا لم نتاثر بالكلام الناس بيقولوا لنا، وحاجه مهمه جدا من اسباب ان الواحد ما عندوش الصلابه النفسيه ومن اسباب ان الواحد اصلا هش من جواه ومعرض ان هو ينهار في اي لحظه، وهو انه بيربط رايه عن نفسه باراء الناس. بمعنى لما حد مثلا يجي يقول لي ان انت انسان سلبي، انت كئيب، لو انا من جوايا مش عارف نفسي ان انا كئيب ولا مش كئيب، هبقى بنسبه كبيره جدا بالتتابع والتسلسل المنطقي ان انا اصدق كلامه باعتبار ان هو ممكن يكون عنده صح، رايه صح وعنده حق. تمام. لكن انا اللي عارف نفسي من جوه ما اسمهاش كآبه، اسمها مثلا رزانه في الشخصيه، ما اسمهاش مثلا تفاهه، اسمها مرح، ما اسمهاش مثلا نفاق، اسمه مثلا سياسه. فانا عارف نفسي من جوه وعارف انا بعمل ايه كويس، فلما حد يقول رايه فيا سواء كان رايي بهيئه نصيحه او برهيئه انتقاد، اوكي ميرسي جدا شكرا انا عارف نفسي كويس. فخلاص مهما حد قال عليا ايه، مهما حد حاول ينتقدني، مهما حد حاول يوقفني، انا عارف انا هعمل ايه كويس. تمام. وعايز اقول اي موقف بالنسبه له بيتمسك بيه بصلابه حتى لو هو لو هو مش مقتنع باللي هو بيقوله. يعني ممكن انا اتظاهر ان انا قويه لكن انا من جوايا مش قويه. بالظبط. انا تعبانه. هنا بقى دي الفكره. ازاي بقى؟ حلو قوي قوي النقطه دي. التظاهر مؤقت. انا ممكن دلوقتي تحصل لي مشاكل الدنيا كلها وابتسم قدام الناس انا كويس مفيش اي حاجه ده هزار عادي، لكن لا الاصل نفسه الفكره نفسها ان انا اتعايش مع احزاني، اتعايش اتقبل كل حاجه. انا مثلا حصل لي موقف مفروض ان انا كانسان طبيعي انهار فيه نفسيا، ليه ما انهارش؟ ليه ما اقفلش اوضه على نفسي واقعد اعيط وانهار واطلع كل اللي عندي؟
خلاص انا بعد كده بقى هبقى عارف الفتره دي هتخلص امتى وهقوم تاني هكمل امتى. لكن كوني بتظاهر بعكس الشعور اللي جوايا ده ممكن ينفع مؤقتا، بس بعد كده هتلاقي الموضوع تراكم وانفجر. لما حد يعمل لي حاجه صغيره هتطلع مني ردود فعل ملهاش علاقه اصلا بالموقف. أيوه. تمام بالزبط بالزبط. فالفكره نقطه القوه ان الواحد يتعايش مع مشاعره ما يكتمهاش جواه. لو اضطر ان هو يبين عكس مشاعره قدام فئه معينه من الناس عشان مثلا مش متوش فيه، علشان مثلا ما حدش يستهونه. هو في ناس كتيره بتبقى عندها نفس النمط ده، مش عايزه تبين نفسها ان هي تعبانه نفسيا او عندها مشاكل بالزبط. فبتتظاهر بشكل مختلف عامه على الاقل تبين منها وبين نفسها. بس احيانا يا دكتور برضو بتبقى عندها استمراريه في رسمه الضحكه على وشها وما بتقدرش انها زي ما حضرتك بتقول تخش او تتجنب الجزء وتقعد مع نفسها. ما ممكن برضو فتره انها تقعد مع نفسها دي مش متواجده برضو بالظبط، فده بيولد شيء اكبر. يعني النقطه دي تتعلق بحاجه جميله جدا. في عالمه اسمها تاليم ميدان عملت كتاب اسمه اسرار قوانين الجاذبيه، بتتكلم بمنتهى البساطه ان كل انسان على وجه الارض عنده احتياجات نفسيه. كون ان هو مش عارف يلبي الاحتياجات دي بيؤدي الى مرض نفسي او بيؤدي الى عدم اتزان في الشعور وفي التفكير. تمام. احتياج نفسيه مثلا زي احتياج للحب، احتياج مثلا للاهتمام، احتياج للاحتواء، احتياج للمال، احتياج للسيطره، احتياج للمسانده، احتياجات كتيره جدا. مثلا على سبيل المثال يكون واحد عنده فراغ عاطفي، بياكل كتير جدا، بياكل اكل ملوش مبرر. هنا عقلك بيفكر ازاي علشان يخليكي متزنه؟ بيبدا يملى الفراغ اللي عندك ده باي عاده مكتسبه جديده، حتى لو العاده دي ملهاش علاقه اصلا بالفراغ. انا عندي فراغ عاطفي، طب اكل اكل كتير ليه؟ طب معلش بس اسمع اللي بقول لك ايه، عقل بطن بيتكلم اللي هو ايه، كل بس كله هتبقى كويس. بيشغل الفكر وبيشغل اي حاجه بالزبط. عشان ما يقعدش بس يحس بقلق. وهنا ده بيبقى مخدر مؤقت. الشخص بس هو كده تمام نفسه. لا هنا بقى ده الفخ اللي هي الدكتور اصلا بتتكلم فيه، اللي هو بقى تخدير مؤقت، اللي هو انا ممكن اسهر مؤقتا لحد ما المرحله دي تعدي. ما دي مشكله، مش هتعدي غير لما يكون التغيير نفسه غير مؤقت. ازاي؟ نوضح الموضوع ببساطه. تمام. واحد مثلا حصل له صدمه نفسيه اثرت عليه، تمام، خلت لسانه النطق بتاعه تقيل. وده ممكن يتشابه مع اعراض السحر، والدكتور محمد عبد الله يتفق معايا. تمام. فالفكره كلها ان الواحد لما يتعايش مع الصدمه بتاعته ويعتبر ان الصدمه دي خلقت فراغ، فيملى الفراغ ده بشيء شبيه او مناقض للصدمه. ازاي؟ مضاد حيوي نفسي، زي ما في مضاد حيوي عضوي كده يعوضه. بالظبط. انا مثلا دلوقتي تمام اتعرضت ان انا واحد صاحبي ما صدقنيش، مش مصدقني وانا صادق، هو مش مصدقني، الموضوع ده مضايقني جدا. ساعتها اعمل مضاد حيوي نفسي، اروح لصاحب بيصدقني، فكون ان انا لقيت عشان اقتنع بنفسي عشان ما احسش بوجع، ساعتها الفراغ هيتملى لا إرادية بطريقه دائمه وليست مؤقته. علشان احنا عرفنا بيعوض ده مكان ده. بالظبط كده. تمام. قبل بقى ما اختم الحلقه، لان وقت الحلقه البرنامج جرى بسرعه، احب اسال سؤال للدكتور. الساحر يجوز له التوبه؟ يعني باختصار، لان احنا خلاص على حضرتك ربنا باختصار وضع الله عز وجل قاعده في سوره النساء وقال ان الله لا يغفر ان يشرك به. الذنب الوحيد الذي لا يقبله الله عز وجل ان يكفر الانسان بربه تبارك وتعالى. ما تحت الكفر وما تحت الشرك بالله سبحانه وتعالى، سواء كان سحرا، سواء كان قتلا، سواء سواء سواء، الله تبارك وتعالى لا يرد انسانا جاء يطرق بابه. بس في جزئيه مهمه جدا، ان الساحر ده ظلم اناس كثر، ظلم ناس كتير جدا جدا، فعليه أن يستغفر الله. وإذا استطاع أن يرد المظالم إلى أهلها عليه أن يرد حتى يقبل الله تبارك وتعالى توبته. الرسالة إيه؟ تركتنا تركناك، عصيتنا أمهلناك، إن عدت إلينا قبلناك، ومن أجلك سميت نفسي الغفور الرحيم. الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله هو أن يكفر الإنسان برب. ما دون الذنب حتى السبع الموبقات اللي أنا بتكلم عنهم، القتل والسحر وإلى آخره، الله تبارك وتعالى لا لا طبعا. حضرتك ده بيقول لنا دائما في الأحاديث القدسية، ومن أجلك سميت نفسي الغفور الرحيم، وعزتي وجلالي، وأنا أرحم بعبادي من رحمة الأم بولدها. حتى إن ربنا نفسه له كلام جميل جدا كما جاء في الأثر، يقول لنا إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أحوج الناس إلي، أهل طاعتي، أهل محبتي، وأهل ذكري، أهل مجالستي. إحنا بنتكلم في أهل المعاصي الصحراء دول يا رب العالمين. إحنا نعم اتفضل. وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. يعني نعم. يا
نحب نقول برضو ان الساحر له ليه توبه، وطبعا ده بفضل ربنا سبحانه وتعالى ان جعل التوبه لجميع الناس اللي بيتقرب الى الله سبحانه وتعالى عنده معصيه فيتجه الى الله ويرجع له، وربنا غفور رحيم. طبعا وقت البرنامج جري، وانا سعيده جدا بلقاء الاحبه الجمال دكتور محمد شجاع ودكتور ابراهيم، ونتمنى ان تكون الحلقه عجبتكم، واقول لكم شكرا لكم، والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله.